حلوة دي، حلو. اتكلم خلاص، هبدأ. كابتن احمد، ايه تحب تقول النهارده لجمهور نادي الزمالك؟ اقول لهم مبروك طبعا، ودي اقل حاجه نقدمها لهم للجمهور والمجلس الاداره واللعيبه، واقول لهم احنا السنه دي غير اي سنه، احنا جامدين عشان احنا جامدين، مش عشان اي حد تاني ضعيف. احنا جامدين عشان احنا فرقه مع بعض كده، ومحدش يعرف يخترقنا. انا بقولها 100 مره، محدش يعرف يخترق الفرقه ديت ابدا، مستحيل. تحب تهدي الفوز ده لمين يا كابتن؟ ما انا بقول لك، انا بقول لك تهدي الفوز لمين؟ اهدي لجمهور نادي الزمالك طبعا، و ولمراتي. كابتن حازم امام، تحب تقول النهارده كابتن حازم؟ صيطني الاول لاي اي كابتن حازم امام، نجم نادي الزمالك وكابيتانو نادي الزمالك، تحب تقول النهارده لجمهور نادي الزمالك؟ والله والله، يمكن انا الحمد لله رب العالمين على المكسب النهارده، زي ما كابتن عيد قال، بهديل جمهور نادي الزمالك وبهديل اللعيبه رجاله، رغم ان جه فينا الجون الثاني، لو اي لعيبه ثانيه كانت فكت، بس لعيبه احنا عشان لعيبه رجاله الحمد لله قدرنا نقف ونرجع ثاني، وقدرنا ان احنا نرجع من المغرب منتصرين، زي ما انتوا كان جواكوا. صوتهم اتنبح وتعبوا اكتر من اللي جوه، الملعب. اه والله، ما انا بقول هات يا عم زعل. زي ما انتوا رجاله، وكنتوا مش هترجعوا من المغرب غير واحنا منتصرين، عشان جمهور نادي الزمالك انتوا فعلا رجاله، وحققتوا الوعد اللي انتوا وعدتوه لبعض كلكم، والحمد لله قدرنا نرجع متاهلين الحمد لله. شو كابتن حازم، كابتن برام صلاح نجم نادي الزمالك، تحب تقول النهارده؟ اقول والله العظيم انا عايز اقول كلمه واحده بس، لعيبه نادي الزمالك دي كلها لعيبه رجاله، ما فيش اي حد يقدر يدخل بيننا، ما فيش حد يقدر يفكك الفرقه دي ان شاء الله طول ما احنا كده. عايز اقول لهم احنا كانت قبل ما نيجي هنا واحنا واثقين ان احنا نصعد، الحمد لله حققت الوعد اللي احنا وعدنا الناس بيه، وصعدنا وكسبنا في المغرب، مش تعادلنا كمان، احنا كسبنا في المغرب وروحين مبسوطين. ان شاء الله نستمر على الروح دي، عشان عندنا الاهم والاصعب هو اللي جاي، والحمد لله على الثلاثه بونت احنا رايحين. كابتن حازم يا محبت، حابب تقول حاجه كابتن؟ انا في زي ما كابتن عيد قال حاجه، احنا ماشيين السنه دي عشان احنا كويسين، يعني احنا ماشيين اول عشان احنا كويسين، مش عشان حد تاني ضعيف. الناس اللي بتتكلم علينا، احنا عمرنا واحنا ربنا مش موفقنا السنين اللي فاتت، عمرنا ما عملنا شماعه لحد قلنا ان هم اقوياء عشان 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 احنا ضعفه، لا. يعني انا ما بحبش حد يعلق شماعته علينا، احنا الحمد لله رب العالمين ماشيين بصوره كويسه، لان اللعيبه زي ما كابتن عيد قال، ما فيش حد يقدر يخترقهم، اللعيبه كلها رجاله بتحب بعض. كل اللي بيطلع في الاعلام ان لعيبه بتتخانق مع لعيب، يتخانق مع لعيب تاني ولا لعيب، كل اللي بيحصل ده يعني، بحس الناس عايزه توقعنا. ابراهيم صلاح بيهزر مع معروف، تنزل على موقع ان دي مشكله، ده طبعا من تقديرك يا كابتن حازم، والله هم هاريني والله كلام من ده يا جماعه. وبعدين النجم بتاعنا الهداف، الدباح حبيبي، الحراق حبيبي، يعني الناس ماسكه، مش عارف يعني عايزين منه ايه. الكلام ده بيقويني بالظبط كده، وحط جون النهارده وهيبقى هداف نادي الزمالك على مر العصور ان شاء الله، بعد كابتن عبد الحليم علي، مش عارف علي على راسه. طبعا انا بقى احب اقول طبعا، يعني انا بقى الفوز ده لكل زمايلي، والكابتن خالد قمر والكابتن دودار والناس اللي في مصر والناس اللي مش متقدة اصلا معانا افريقيا، انا بهدوم الفوز ده كلهم. مش هينفع نعمل عشان الكاميرا يا كابتن حسن، مش هينفع. 1 2 3 شكرا. تعال معروف، كلمه خالد قمر، كلمه لخالد، تعال تعال معروف، عايز اقول كلمه لخالد قمر، يلا معروف معروف، كلمه لكابتن خالد قمر. خالد قمر حبيبي 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 يا بدي حبيبي، قال له ما فلاح كله طنطا فلاح. لا انا من طنطا معروف، انا من طنطا، طنطا كويس معروف، احسن ناس بتوع طنطا معروف. ايوه انت طنطا كويس، طنطا قال له ما فلاح قوي، كبير فلاح، كبير فرح فلاح. شكرا، انا بشكركم جميعا يا جماعه. كابتن اسلام جمال صوته باظ جدا من التشجيع بره، فانا بشكره وبشكر كل الناس اللي كانت بره النهارده. كابتن اسلام جمال، نرحب بيك على قناه الحياه. اغلط بقى، عايزك الحياه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله طبعا النهارده على المكسب وعلى اداء وفرقتنا رجاله، وان شاء الله باذن الله نهدي للجمهور بطوله افريقيا والدوري ان شاء الله. حبيبي يا زومه كابتن اسلام، طبعا احنا شفنا روحك النهارده وروحك النش، روح كابتن طارق حامد، كلكم النهارده من بره كنتوا بتشجعونا جامد جدا، لحد صوتك ما ضحك. لا انا بص، انا بجد والله السبعه اللي بره، بالاداري بالعمال بكله، كلنا على قلب واحد، عايزين المكسب بس، مش عايزين حاجه غير المكسب. اي حد لعب، اي حد ما لعبش، كلنا واحد. نجم، ما قلت لك عشان هو زعلان اللي هو طلع، واقول له انت كنت نجم الماتش. لا كابتن احمد عيد نجم الفرقه واحسن لعيب في الفرقه، كلنا عارفين الكلام ده طبعا.
وكابتن محمد شعبان معانا، نرحب بك على قناه الحياه. مرحب بك يا كابتن باسم، وبقول الحمد لله على المكسب النهارده، وبقول الحمد لله على كل لعيبه اللي لعبت واللعيبه اللي ما لعبتش، واحنا فرحانين قوي قوي وربنا يكرم، وان شاء الله في اللي جاي يكون احسن. طب كابتن شعبان، المكسب اهم من الثلاثه بونت، والمكسب اهم من الثلاثه بونت، وبحب اشكر كل اللعيبه، وبقول ربنا كرمنا الحمد لله، واللي جاي اصعب اصعب. لما اجي اشبط النادي خبط. طب كلمه كابتن شعبان بقى تقول، طبعا يعني العمال بتوع النادي الزمالك احسن عمال في مصر. والله انا كنت بساعد ميلان النهارده والله، عشان هو تعب وسعيد وزلزال. بشكرك يا كابتن شعبان، وبشكر كل نادي لعيب نادي الزمالك، وان شاء الله الدوري بتاع نادي الزمالك، وشكرا بشكر جمهور نادي الزمالك. كابتن باسم، انت عملت لقاءات مع كل الناس، وبما ان انا ما لعبتش وكان امنيتي اطلع مذيع، فاقول لك يا كابتن باسم، شعورك النهارده بعد المكسب الكبير والجون الجميل؟ طبعا يعني انا بشكر زمايلي الاول، يعني انا بلعب وسط مجموعه احسن مجموعه في مصر، يعني دي احسن لعيبه في مصر، وهم طبعا اللي عملوا باسم مرسي، يعني قاعد على يميني الكابتن حازم امام، وكابتن ابراهيم صلاح، وكابتن اسلام، وكابتن شعبان. اكيد انا مش شفاف. كابتن احمد عيد، ما انا قلت كابتن شعبان. قلت طبعا يعني انا بهديهم الفوز ده، وبهدي الناس اللي في مصر ما لعبتش، ودودار وخالد. بمنتهى الامانه يا باسم، مين نبأك بالجول النهارده وقال لك كل حاجه هيبقى بالجول؟ مين؟ الكابتن محمد شعبان واسلام جمال. حبيبي يا بيس، وطبعا بهدي الفوز ده لجمهور نادي الزمالك، واهو لابس لكم الحبيب بتاع كابتن حازم امام، نجم الجبهه اليمنى. كابتن حازم، اولا طمنا على رجليك، انت لسه راجع من الاصابه وجبت جون جميل، تحب تقول ايه النهارده؟ انا بشكرك طبعا، انت روحك يعني انا مش عارف اقول لجمهور، ربنا يخليك يا حازم. والله العظيم ما بقول كده عشان انت قدامي، والله العظيم بالذات شعبان، انت لو هتعيد الاجوان كلها اللي جت في الدوري، سواء عمر او باسم، يعني الناس كلها دمعته قريبه، والله دمعته قريبه، عيط. ايوه الناس كلها تشوف فرحتك عامله ازاي. لعيب، لا انت لعيب عالمي، بتلعب ما بتلعبش، بتتمرن بجد، والله العظيم انا بقول كده قدام الناس، بس انت راجل ليك دور، ولما هتحط رجلك في الملعب رجلك مش هتشيل الملعب، لان انت راجل بتتمرن بجد وبتفرح من قلبك للفرقه. وانا طم النادي الزمالك على الاصابه يا حازم، والحمد لله انت لعبت مده قصيره لانك انت لسه راجع من الاصابه. طمنا يا حازم على الاصابه، اهم حاجه. طب اندو بقى عشان بقى ما تفتحش وانا بكتب. طيب والله يمكن الراجل النهارده كان مكلمني قبل الماتش، وكان قال لي ان انا مش هينفع اشارك من الاول خالص، لان هو مش ضامن رجله ممكن يحصل فيها ايه، بس الحمد لله رب العالمين النهارده ومن اول ما نزلت في الملعب الحمد لله حسن رجلي احسن. وعايز اذكر مدير الفني بتاعنا، ما بيخليش لعيب يحط رجله في الملعب وهو في شك قد كده، عشان ما حدش يبقى ليه حجه ان هو لعب وهو مصاب او اي حاجه. فانا بشكرك وبشكر اللعيبه اللي موجوده كلها، لعيبه رجاله، وان شاء الله باذن الله هنفضل ماشيين على نفس الوتيره. مبروك يا كابتن حازم. كابتن ابراهيم، شايف المرحله ازاي اللي جايه، لانها صعبه جدا المرحله الجايه. احنا دلوقتي في وسط الطريق، يعني مش عايزين احنا برضو احنا نفرح النهارده ونبقى وكده، لكن لازم نستعد للي جاي، لان اللي جاي اصعب. احنا خلاص دخلنا في مرحله الحسم في كل البطولات، بطوله الدوري الحمد لله ماشيين بشكل كويس، بطوله الكونفدراليه صعدنا الحمد لله، عدينا الدور ده، عندنا الدور اللي جاي اصعب. فلازم بقول للفرقه دي لازم نكمل على الروح القتاليه اللي احنا بنلعب بيها، ولازم نكمل التماسك اللي فينا ده. ان شاء الله الفتره اللي جايه تكون مرحله الحسم لينا ولجمهور نادي الزمالك، اللي لازم يفرح لانه بقاله كتير ما فرحش. ان شاء الله الفتره اللي جايه تكون احسن علينا كلنا ان شاء الله. مساء كابتن ابراهيم. معروف. Hey, what do you think about this match today and the team performance? Okay, no problem. Coffee. طبعا يا زين، احنا تعبناك النهارده في اللقاءات بتاعتنا دي. كابتن طارق حامد نجم نادي الزمالك، تحب تقول النهارده كابتن طارق على الفوز الكبير اللي احنا فزنا النهارده؟ الحمد لله. ربنا يخليك يا نجم، الحمد لله النهارده مكسب كويس. ببارك للعيبه، كانت رجاله، اداره معانا، جهاز فني، لعبه كلها رجاله، عملنا ماتش كويس الحمد لله. الحمد لله، مبروك مبروك على الفوز النهارده. الحمد لله. مشكور يا كابتن طارق، نجم النجوم الكابتن مصطفى فتحي النهارده، تحب تقول زمالك يا نجم مصطفى؟ مصطفى فتحي زعلان على الكره اللي ضاعت. ها يا نجم، انت فاتك 1000 كوره، اتفضل يا كابتن. انت سافر. انت على فكره انت اللي بستارك كنت جبتها جون، بس لعبتها حلو. ما شفتكش. ما ينفعش تجيب اجوان عاديه كده، لازم تجيب الحاجات اللي هي كده وبتاع، انت عارف لو شلتها تشب هتخش جول. ما ينفعش تلعب الحاجات بتاعت احمد علي، بتاعت احمد علي، لازم مرسي ايه؟ اللي هي الحاجات الصريحه ديت، انت تلعب الحاجات قله الادب. تحب تقول النهارده يا ديش؟ الحمد لله. اشكر زمايلي طبعا والمجهود اللي عملوه، الحمد لله على الصعود. الحمد لله.
يا نجم انت مكسوب ليه يا كابتن مصطفى، احنا النهارده كنا فرحانين وانت نزلت اضافه لنا جامده جدا وخلتنا نجيب جون الحمد لله، انت والخلوق عمر جابر. الحمد لله يا عم خلاص بقى. معانا الكابتن احمد علي على قناه الحياه، تحب تقول النهارده كابتن احمد وانت نزلت غيرت المباراه الحمد لله واللي احنا فزنا النهارده الحمد لله، تحب تقول ايه؟ احب اقول طبعا مبروك لجمهور نادي الزمالك، وان شاء الله يعني احنا دلوقتي فرحانين جدا ان احنا فزنا بره ارضنا ودي حاجه طبيعيه، وبقول للناس ان احنا ان شاء الله اول ما نركب الطياره بكره مركزين في الدوري وده الاهم، اي لعيب بيلعب من المجموعه دي كلها اي بيكون على قدر المسؤوليه سواء بدا او نزل او ما لعبش خالص، كل اللعيبه اللي هنا لعيبه كبيره، ومبروك لجمهور نادي الزمالك ولكل شهداء نادي الزمالك ان شاء الله نهدي لهم الدوري ان شاء الله ونهدي لهم بطوله افريقيا لما ناخدها ان شاء الله. شكرا يا كابتن احمد، مفوق الفرقه كلها دكتور، وبنشكرك وانت تعمل معانا شخصيا ربنا يخليك. تحب تقول النهارده على الفوز؟ طالما معايا رجاله يستاهلوا كل تعب مني. ايمن يا فريد، تحب تقول النهارده دكتور ايمن؟ الف مبروك لنادي الزمالك وتوقعوا فوز كتير ان شاء الله. معانا كابتن احمد سمير وكابتن عمر جابر، تحب تقول النهارده كابتن على الفوز؟ انا وسمير عايزين نقول حاجه واحده بس، علشان فكره حابب المهالك ربك وطنك ثم الزمالك. السلام عليك. شغلك عايز كده بقول لك على حاجه، كلمة بسبع حروف بيهز كياني وهقولها تاني، خد عمري كله اشوفه دايما فوق الزمالك. سلام. انا عايز اقول لك على حاجه، احنا معانا لعيب اسمه عمر جابر، وش رجله فيه بلسم، بيعمل كده بص بيعمل كده بس بيلطش. طب بالنسبه اللي معاك، بالنسبه معاكوا فرقه كده رقم 17 ده ايه؟ اسمه وقعد معاك في ضم فواز. اسمه باسم يوسف. لا باسم مرسي يا خلوق، انا بحبه. احسن فرقه في مصر يا جماعه، والله عندنا احسن فرقه في مصر، باسم وكابتن احمد علي وخالد قمر وسيسي. عندنا فرادة بسم الله ما شاء الله، اللعيبه كلها رجاله. بشكرك يا كابتن عمر، بشكرك يا كابتن احمد سمير، مش تقعد معايا في الاوضه تاني خلاص، انا قلبت عليك. تحب تقول النهارده يا كابتن زلزال؟ بحب اقول مبروك يا كابتن باسم على الفوز، واحلى حاجه في الدنيا الفوز، واهم حاجه في مصر كلها نادي الزمالك. تحب تقول النهارده يا كابتن سعيد؟ انا بعد الفوز ده لجماهير نادي الزمالك ومجلس الاداره بكابتن المستشار مرتضى منصور اللي مش مقصر في اي حاجه في النادي، وللعيبه الجامده جدا اللي احلى لعيبه في مصر واحلى فراوده في مصر وخط نص في مصر ودفاع في مصر ان شاء الله. بشكر بشد شعر ورا سعيد، فانا مش مركز معاك. بشكرك يا كابتن سعيد.